مساء السعادة، مساء النور. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، بجد افتقدتكم الأسبوع ده. حابة النهاردة بس قبل ما أدخل في موضوع حكايتنا أتكلم على تعليق جالي كده على الحلقة اللي فاتت من سيدة أو بنوتة. الحقيقة هي هجمت بس بأسلوب مش لطيف خالص، أو يعني استخدمت شتيمة أو الكلام ده كله. والله أنا بصي أقولك على حاجة، أنا ما عنديش مشكلة خالص خالص، بس أنا كنت أتمنى أن أنت تدخلي في حوار. البرنامج مش عاجبك، الضيف اللي انت كنت جايباه ما ادناش حقنا، الكلام ده كله، مضمون الحلقه، يعني الحاجات اللي هي الجوهريه في الحلقه. لكن ان احنا ندخل انك تشتميني شخصيا، انا والله برضو ما عنديش مشكله، بس ما تشتميش وتجري. يعني طب اديني فرصه ارد عليكي، يعني زي ما قلت لك ما عنديش مشكله. لكن حابه اقول لك حاجه، ان انا مبسوطه قوي ان انت شفتي الحلقه، وانا كسبت مشاهد، سواء شتمني او ما شتمنيش انا كسبت مشاهد. وعايزاكي النهارده تتفرجي على الحلقه وتشوفيها وتشتميني تاني، انا ما عنديش مشكله. يلا عشان ندخل بقى في حكايتنا كده سريعا. انتوا عارفين يمكن ان انا بحب شويه اختار اسامي غريبه شويه. النهارده حكايتنا بعنوان عريسين يماي، عريسين يماي. هنفتكر فيلم البحث عن فضيحة، عادل إمام وميرفت أمين. القديرة نبيلة السيد كانت عاملة كده دور صغير قوي، كانت عمالة تقول عريس يماي. الحقيقة هنا كان طموح الشخصية إن هي عريس، عريس واحد مش اتنين، تمام؟ إن شاء الله يا رب يكون حرامي، هي مش فارق معاها، هي كل طموحها في الحياة إن هي تتجوز، يا رب يكون حرامي أنا عايزة أتجوز. لكن حلقتنا النهاردة وحكايتنا النهاردة طموحها عالي قوي بصراحة، قوي يعني، حد طموحه كده في السماء، والطموح جميل جدا بس مش لدرجة عريسين. عريسين يا داليا، هي عموما اسمها داليا. ويلا عشان نحكي الحكاية بسرعة، وأنا هختصرها قوي، ولأن أكيد وأنا بحكيها أنتوا هتجمعوا التفاصيل اللي فيها، بس أنا عايزة أختصرها قوي علشان نستقبل ضيفتنا الجميلة الدكتورة سهام نصر الخولي. الحكاية بتقول داليا ومحمود أصدقاء في الجامعة مع بعض، طبعاً كل الجامعة عارفين بقى داليا لمحمود ومحمود لداليا، فخلاص يعني الدنيا متزبطة زي ما أنتوا فاهمين. يعني البنت دي كانت جميلة جداً وطموحة جداً وأمرايا يعني. خلصوا الجامعة، المفروض إن أي بنت هنا بقى لما بتخلص الجامعة بتدور على الخطوبة والكلام اللطيف ده، بالذات لما يكون حبيب قلبها بقى مستعد كمان لده، مش لسه هيقعدها يعني سنة أو سنتين. المهم محمود اللي هو حبيبها اللي بيحبها جدا قال لها يلا بقى داليا، خلاص احنا كده خلصنا حبيبة قلبي، خلاص بقى يعني انا هقدم على الخطوة الخطوبة والكلام اللطيف ده. فقالت له لا بص بقى، انا يعني انا محتاجة ان انا احقق ذاتي، مش معقول انا رحت درست والكلام ده كله عشان في الاخر، طب حتى سيبني بس اشتغل واثبت ذاتي. هو ذكي قوي محمود، يعني بابا كده عنده مشروع صغير فحب يجيب داليا جنبه، تمام؟ يعني تعالي بقى معايا وتبقي قدام عيني كده واشوفك وتشوفيني وحققي يا ستي ذاتك زي ما انت عايز. هو ذكي يعني شويه، بس هو مش اذكى منها. المهم تعرفوا مش اذكى منها ليه يعني. راحت فعلا داليا اشتغلت مع محمود في شركه بابا، اللي هي حاجه صغيره يعني، تمام؟ اشتغلت والبنت زي ما قلت لكم طموحه جدا. لكن داليا يعني عايزه اقول ايه، هي مش عايزه تبقى موظف عادي، حقها برضه، هي حد عايز يبقى صانع قرار، حد عايز يبقى رقم اتنين في الشركة، أنا ليا قراري، أنا أنتوا هتاخدوا بكلامي، اللي هو الحاجات دي كلها اللي هي بناء الشخصية. مش وحش، المهم فعلا اشتغلت والدنيا لطيفة والناس بدأت تشكر فيها، لغاية بقى موقف معين ما حصل. داخلة مرة الشركة فلقيت حد بيزعق مع المفروض إن هو أبو محمود اللي هو حبيبها. فطبعا تدخلت في الموقف وحلته، يعني انا بقول لكم بس الموضوع ده بسرعه كده، وحلت بقى الموقف مع الراجل دوت وخلاص ومش عارف ايه، واشتغلت شغل اللي هي بتحبه بقى، اللي هي شغل العلاقات العامه، يعني هي حد بتقول لي ان هي بتحب العلاقات العامه فاستخدمتها. ففعلا الموضوع اتحل وما بقاش فعلا في مشكله وخلاص. فالراجل ده قال لابو محمود لو سمحت انا عايز الاستاذه دي كل ما اجي المكان هي اللي تتعامل معايا، انا مش عايز حد تاني يتعامل، انا مش عارف اتعامل معاكم ومش عارف ايه، انا عايز الاستاذه دي اللي تتعامل معايا على طول. بدات بقى من ساعتها ان هي فعلا تحقق ذاتها قوي، وبدا الموضوع فوق دماغها بيزيد وهي مبسوطه جدا. بس محمود ابتدى يقلق، طب وبعدين بقى، هو انت يعني هو انا جايبك يعني عشان تقعدي تشتغلي وتسيبيني؟ ده انا حبيبك بقى، حبيبك 4 سنين يعني. يلا يا داليا نتخطب وكملي شغلك يا حبيبي وشوفي مش عارفه ايه. داليا ابتدت بقى ايه، تاجل الموضوع شويه،
هي لسه ما تشبعتش، هي لسه مش ده طموحها، مش ده اللي هي عايزه توصل له. فطب يا محمود بس استنى شويه ومش عارف ايه. المهم بصت لقيت انه يعني شركه بابا محمود مش هدفها، مش هتحقق فيه اللي هي عايزاه، لان كمان محمود خلي بالكم محمود كان عامل زي الحارس الشخصي بتاعها، يعني لازق فيها. هتروحي هنا راح الحسابات انا جاي وراكي، مش عارفه طالعه فين فوق انا طالع وراكي. فحست بالقيد وهي مش حابه القيد ده قوي رغم ان هي بتحبه قوي. ففكرت انها تروح الشركه بتاعه الراجل اللي اتخانق مع ابو محمود حبيبها تشتغل عنده، تمام. المهم طبعا كان صعب جدا ان محمود يقبل بالوضع ده، بالذات لان هو مش بيرتاح للراجل ده خالص، يعني هو نفسيا كده مش مرتاح له اساسا. فرفض. استخدمت بقى ذكائها، الدلع بقى والحنيه، ومعلش يا محمود وبس اشتغل شويه هنا اثبت ذاتي ومش عارفه ايه، يا ست ما تثبتي ذاتك هنا، لا معلش ومش عارفه ايه والكلام ده كله. قال لها طب يا داليا طب نتخطب بس الاول، هو عايز يمسكها. طب يا داليا طب بس نتخطب يا داليا، طب بس ناجلها شويه والكلام ده كله. المهم بعد يعني مشاكل كتيره جدا جدا، هو طبعا يعني عايز يرضيها طبعا باي شكل، مش عايز يزعلها لان هو بيحبها جدا، وافق انها يعني تروح تشتغل في مكان تاني. تخيلوا، ودي حاجه يعني جميله جدا بصراحه من محمود. يعني راحت فعلا اشتغلت في المكان التاني دوت عند الراجل ده، لكن هي بقى يعني الشغل كان رقم واحد في حياتها جدا، وابتدت تنسى حته العاطفه اللي كانت بينها وبين محمود. هو طبعا كان بيتصل عليها ما بتردش عشان شغلها، خلاص بقى حست ان هي فعلا المكان ده بقى مكانها. هو فعلا ذكي برضو جدا صاحب الشركة ده، لان هو ابتدى يديها حاجات اكبر من طاقتها عشان يشوفها بتعمل ايه، وهي فعلا كانت جديرة بده، وزي ما قلت لكم طموحها كان عالي جدا جدا وعايزة تشتغل وعايزة تثبت نفسها. وفعلا بقت صاحبة قرار في الشركة دي في وقت قصير قوي، لانها بتتمتع بحاجات يعني كتيره جدا، شخصيه قويه ذكيه بتعرف تتكلم بتعرف تحل، مستميته جدا في الشغل، حد مستميت جدا جدا في الشغل. المهم بقى عشان برضو ما اطولش عليكم، جه محمود يا بنتي يلا عشان اتخطب، انا سمحت لك خلاص روحي تشتغلي في مكان تاني، انا خلاص كده عملت اللي عليا. يا محمود طب بس اصبر شويه، لكن هي بدات كمان تتعامل معاه بجفاء قوي، فراح حطها قدام الامر الواقع. دخلت كده بيتها لقيته قاعد مع باباها بيطلبها. طبعا هي يعني انا عايزه اقول لكم عاملته معامله سيئه، وهي اعترفت بده ان هي عاملته معامله مش كويسه، وموضوع ما تمش بخطوبه يعني. لكن هي بعد كده طبعا قالت له محمود انا مش بحب نظام المفاجآت اللي انت بتعمله، انت عارف كده كويس، وانا ما بتحطش قدام الامر الواقع، وزعلوا كده. وبعدين الموضوع تاني رجعت يعني زي ما بيقولوا كده رجعوا تاني لبعض والكلام ده كله. لكن محمود قلق جدا، وابتدى يحس ان هي في حاجه مش لطيفه بتحصل، في حاجه مش حلوه. فراح بقى ايه قال لها ايه، بصي يا داليا قدامك اسبوع، يا تسيب الشغل وتيجي ترجعي هنا معايا ونتخطب، يا تحددي لي موقفي. في نفس الوقت ده هي بتقول لي ايه، صاحب الشغل التاني اللي هي شغاله عنده يعني طلبها للجواز وقال لها هكتب لك نسبه في الشركه. مش خلي بالكم انا نادرا ما يعني انا في حاجات ما بعرفش اتكلم فيها بجد بقف. طيب انت بتساليني يا داليا، طبعا هي القصه كانت اطول من كده انا اختصرتها لكم قوي. يعني هي بتسالني بتقول لي اختار مين، عشان كده قلت لكم عريسين يا امي. بصي يا داليا انت ذكيه جدا، انا مش هقول ان انا ذكيه، لكن هقول ان انا يعني ها بفهم. انت عارفه انت عايزه ايه كويس، على فكره عارفة انت عايزة ايه كويس جدا، بس انت عايزاني اقولك اللي انت عايزاه، يعني انت عايزاني اديك دفعة كده اقولك اه اعملي كذا. انت عارفة انت عايزة ايه كويس. الحقيقة انا زعلانة جدا، مش هعرف اديك رد غير اللي انا قلته لك ده، ان انت عارفة انت عايزة تعملي ايه كويس، فبلاش انا اكون الدفعة بتاعتك. وسامحوني يعني ان انا قفلت القصه على كده، لاني فعلا فعلا زعلانه. ونستقبل ضيفتنا الدكتوره سهام نصر الخولي، هي تقدر بقى يعني تجاوبنا على
في الموضوع ده كويس قوي، ولو سمحتم هطلب منكم ان انتم تشاركوني بالاسئله. يعني انا قاعده مستنياكم، اللي عايزه تسال اي سؤال او اللي عايز يسال اي سؤال لداليا او في الحلقه دي، انا قاعده مستنيه. خلاص يا داليا، ويا رب تلاقي الرد يا داليا، في انتظار دكتورتنا سهام نصر الخولي. حبايبي رجعت لكم تاني، لكن مع ضيفتنا الجميله دكتور سهام نصر الخولي، نائب لرئيس المجلس الدولي للعلاقات العامه واستشاري عام لجنه المراه. اهلا يا دكتور. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ وحشتينا جدا جدا جدا. صح، هنتخانق النهارده ولا ايه؟ لا 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 لا، مفيش خناقه ان شاء الله. انا عايز اقول لك بقى ان الحمد لله، يعني ما شاء الله كده جات لي دلوقتي شويه اسئله حلوه. معاكي. اول سؤال نبدا بيه. نبدا بيه. في حد بعت بيقول، هي استاذه رباب بعتت بتقول ايه رايك في الحب بين الطالب والطالبه في فتره الجامعه؟ ادي اول سؤال. اول سؤال. تمام. هو الحب في فتره الجامعه ده بيبقى حب مؤقت. حب مؤقت؟ حب مؤقت. ليه بقى؟ لان الطالب والطالبه بيبقوا في الجامعه عامه بيبقوا عايشين حياتهم كطلبه، مش عايشين حياتهم، مش داخلين في الحياه ان هم هيتجوزوا، نادرا منهم اللي يخش في قصه حب وتتم بالزواج، لان الشاب او الشابه في الفتره ديت بيبقى يعني تفكيرهم او مشاعرهم بتبقى مرهفه شويه، فبيبقوا عايشين حياه الحب بس. فلما بيخشوا في اي مشكله او بيخشوا في اي موضوع خاص بالجواز او خاص بالارتباط بيترددوا، ما بيبقاش الموقف بالنسبه لهم موقف الجد. مين اللي بيتردد اكتر؟ هو اللي يعني بيتردد اكتر الشاب. الشاب. لان هي ماشيه بالعكس على فكره. لا لا، البنت. لا، ما هي القصه ماشيه بالعكس، لان هي ليها اهداف وعايزه تحققها. بيتردد اكتر في ايه بقى؟ لان بيبقى واخد فتره الجامعه دي، اغلب الشباب مش كلهم يعني، بيبقى واخد فتره الجامعه دي ان هي بقى ايه، الفسح والخروج والحب والمشاعر. حاجه برضه جديده الجميلة عليهم يا دكتور. بعد المدرسه حاجه جديده. بيخش فتره، كل مرحله وليها مشاعر معينه. صح. وكل فتره وليها تفكيرها كمان. فالشاب في فتره الجامعه بيبقى عايش فتره المراهقه اللي هي الجامده قوي، اللي هو بقى عايز يخرج ويتفسح ويحب ويشوف البنت ويعجب بيها. انما لما بيجي بقى بيخلص فتره الجامعه ويخش بقى في الحياه الجد بقى، ان هو الحياه العمليه بقى، ان انا خلاص هشتغل وهبقى مسؤول، فتفكيره بيتغير نهائي. يعني ممكن اللي ارتبط بيها، يمكن احنا اتكلمنا عن الموضوع ده الحلقه اللي فاتت، اللي ارتبط بيها 5 6 سنين في الجامعه ممكن خلاص فكرته تتغير ان هو يرتبط بيها كزوجه، فيبتدي يبص لحاجه نضج تانية. نضج شويه. نضج وخلاص بقى الفتره دي. ممكن بعد كده بعد الجواز بسنين يقول لك ايام الجامعه ترجع. ليه؟ لانه كان شايف فيها سن المراهقه والحب والخروج والفسح، ما كانش شايل مسؤوليه ولا كان شايل اي تفكير كتحمل مسؤوليه يعني. طب ندخل على هنا، هي هنا فعلا زي ما حضرتك قلتي الموضوع ماشي بالعكس. وانا زعلانه منها بصراحه خالص داليا، زعلانه منها قوي. ازاي هي مشيت بالعكس كده؟ يعني الموضوع المفروض هو الراجل هو اللي بيهرب من المواضيع ديت، وزي ما حضرتك قلتي كده بيروح يشتغل ويشوفه ومش عارف ايه والكلام ده كله. هي اتهربت هنا عشان طموحها يعني. انا مش عارفه، هي مش عشان طموحها، هي القصه يعني. وليه ما كانتش شايفاه ولا ايه ولا كده؟ لا، هي شايفه نفسها اكتر. حتى كيانها وحتى مستقبلها نمبر 1 يعني. هو بالنسبه لها، معلش انا في اعتبار القصه دي، هي ما حبيتهوش. هي مش بتحبه. لان هي لو بتحبه يبقى في اولوياتها اول حاجه هترتبط بيه، ويبنوا هما الاثنين مستقبلهم سوا. طب هي مانع ما يشوف بابا؟ طب هي بتحب التاني؟ لا، هي بتحب الماده. لا، مش بتحبه هو، مش التاني، مش بتحبه. هي بتحب انها توصل وصوليه، عايزه اوصل، عايزه احقق كياني، عايزه احقق هدفي على مين. هي اصلا من الاول ما تعبتش عشان تحقق هدفها، هي لقت بابا عنده كيان فحبت ان هي تشتغل فيه وحبت ان هي تحقق هدف فيه. يعني هو اللي جايب لها الكيان ده كله في الاخر ما ترتبطش بيه، انانيه. هل البنت عموما بتبقى اذكى من الولد في الحته دي؟ انها تبقى عايزه تحقق ذاتها ويوي تبقى اكتر. بصي اقول لك حاجه، هي اي بنت في الدنيا هدفها الرئيسي ان هي تستقر ويبقى ليها بيت. ده الهدف الرئيسي لاي بنت، ده الطبيعي. كون بقى ان هي بتفكر ان هي تحقق اهدافها، وكون ان هي عندها حاجات جواها عايزه تحققها، ده ممكن يبقى هما الاثنين يعملوها سوا. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ مش كله بيتفاهم ده. لا، مش كله. ما هو ما انا اقول لك حاجه، هو يعني حته ان احنا نكمل بعض ونبني بعض دي. ما هم لو ارتبطوا دلوقتي مش هيستقروا، مش هتبقى حياه زوجيه سعيده. لا لا كده، طول حياتها هتفضل
حاسه ان هي عايزه تحقق تاني، مهما تحقق مش هتشبع، عايزه تحقق وعايزه يبقى ليها كارير تاني وعايزه يبقى ليها مستوى تاني، مش بصله هو كزوج ان انا وانت في هدف معين هنمشي في حياتنا فيه هنحققه سوا، وخاصه سوا. وخاصه ان هو اساس الموضوع هو اساس الموضوع. هل في بعض البنات بعض بتعتقد انها لما تتجوز كده طموحها اتقتل، يعني حتى لو هي اتجوزت وكده خلاص؟ لا هو في فعلا، لا في فعلا بنات بيبقى طموحها عالي وتعليمهم عالي وحاطين امال كتيره جدا في حياتهم، وفي فتره الخطوبه اوكي وهتعملي وهتشتغلي وهتكوني، بيعمل لها الحياه ورديه مجرد يعني. مجرد ما ارتبطت وبيهد لها كل حاجه، ونسب الطلاق بتزيد برضو بسبب كده، ان هي بتبقى متفقه معاه على حاجه معينه او على هدف معين هنحققه، ويجي بعد الجواز بتبتدي بقى ايه الانانيه او حب الذات او الغيره، لان بيبقى في غيره بين الزوجين، او يدخلها ان في غيره بقى مثلا بحيث تقعدي في البيت ما مش هتشتغلي. هي بتيجي في الصيغه دي بس هي انانيه، لان انتوا متفقين منه لان انا شايفها ناجحه في حاجه معينه وهتحقق هدف ده ليك برضو، بس هو بالنسبه له لا مش عايزها كده، فده ممكن يقتل الموضوع بينهم وبينه وممكن يسبب طلاق. طبعا ده لو هي يعني جواها حابه نفسها قوي، هي وحباه واتفقت معاه وحابه حياتها وحابه انها تكون حاجه معاه، ما هو ده بقى الفرق بان دي عايزه تبقى حاجه لوحدها ويكون بنت عندها طموح وعايزه تحققه مع شريك حياتها، وهو يرفض، هو يبقى رافض كده، مش رافض عشان غيره، لا دي بتبقى انانيه. والله انانيه صدقيني، يبقى لا مش صدقك، مش حابب ان هو صدقكي والله يا دكتور مش حابب ان، وكتير صدقيني في الواقع انا يعني ليا ناس كتير وفي الواقع بيبقى بتحصل مشاكل جامده جدا وبتتطلق، وبعد ما بتتطلق بتحقق بقى اهدافها كلها اللي هي عايزاها. طب ليه؟ طب ما احنا كنا كويسين مع بعض، ما نحقق هدفنا سوا. هي على حسب ظروف كل على واحد يعني، على حسب التفكير والثقافات بينهم وبين بعض. طيب سؤال تاني، في حد بيقول البنت لما بتكون ذكية قوي هل ده بيأذي شريك حياتها؟ أو الست لو هي ذكية جدا وحاسة بشخصيتها قوي وبنفسها قوي ده بيأذيه نفسيا؟ بيأذيه لو هو مش حابب كده. يعني في بيبقى بنات بيبقى عندهم طموح جامد جدا وذكاء ومحققين هدف في حياتهم وأزواجهم عادي، إيه المشكلة يعني؟ وبيساعدوهم وبيبقوا معاهم، فمش لا. ندخل في قصتنا تاني. داليا. داليا اهلا. يا داليا اهلا بيك يا داليا. والله بص انا دلوقتي ابتديت اضحك بجد، ابتديت دلوقتي يمكن اضحك شويه وافك شويه، لكن بصراحه انا متضايقه جدا، عشان كده انا قلت لها انت عارفه انت عايزه ايه، انت بس عايزه حد هي عارفه يقول لك اعملي ايه عشان يساعدك على القرار ده. بصي هي ما حبتوش ده من الاول، هي ما حبتوش، هم ارتبطوا ببعض شايفه فيه ان هو ممكن يحقق هدف من اهدافي ان انا اشتغل في شركه بابا وان انا ابقى نمبر 2 يعني، هو كان خطوه ولو قادره تبقى نمبر 1 هتبقى نمبر 1. هو كان محمود هو قدم لها خطوه للي بعدها اكيد، صح كده؟ اكيد، وادها فرصه كمان ان هي تعرف حد تاني اللي هو زميل بابا في العمل، وحصلت مشكله وهي حلتها على على فكره كان سؤالي ليها هو سنه قد ايه؟ يعني لا ما هي بصي مش هيفرق معاها السن، مش هيفرق معاها، لا مش هيفرق معاها السن، لان هي حاطه في دماغها هدف معين انا لازم احققه، فمش هيفرق معاها السن، انا هبص اللي انا عايزه ايه، عايزه ايه منه بس. فاغلب بصي اقول لك حاجه، اغلب البنات دلوقتي اللي بيبقوا عايزين يعيشوا عيشه مرفهه وعايزين عربيات وعايزين يخرجوا وعايزين شركات ما بيبصوا للسن ده خالص، حتى لو هو هيعمل حتى لو الراجل ده مرتبط دلوقتي، ما بقاش في بعض البنات دلوقتي شايفاهم بقوا يتقبلوا هو فكره ان هو ياخد عادي، ده لو متجوز اثنين ثلاثه عادي المشكله يعني مش ما دلوقتي ما بقاش الموضوع ده، كان زمان لو متجوز لا ما ينفعش ان انا اتجوز، انما اغلب البنات دلوقتي والبنات صغيره على فكره هو ده تفكيرهم، المهم ان هم يعيشوا الحياه اللي هم عايزينها. بصي بقى السؤال ده جميل جدا. واحدة بتقول لك انت شايفة محمود غلط في ايه في القصة دي؟ محمود غلط ان حبها وان ادها ثقة وان هو وصلها وان هو وصلها للمستوى اللي هي فيه دلوقتي، ان هي بتقارن بينه وبين حد تاني، استحالة. طالما بصي يعني معلش كست بقى او كراجل طالما تقارن بيا مع حد تاني خلاص شكرا، هو ما يعرفش ان التاني طالبها، خلي بالك
ده هي اللي بعد تسال، لكن هو محمود لغايه دلوقتي يعني ما يعرفش ان هو طالبها او طلب لا منها. لا لا لا، هو لغايه دلوقتي معتقد ان هي بس شغاله، فهو عايزها ترجع تاني الشغل معاه ويتجوزوا والكلام ده كله، لكن هو ما يعرفش ان هي هترتبط بحد تاني. ده هي بقى اللي جالها سابت الشركه بس، لكن هي على علاقه لسه بيه، فهو خيرها لا ارجعي تاني وسيب الشغل عند الراجل دوت، لكن هو لسه ما يعرفش ده. متهيألي لو عرف هتبقى قصه مختلفه خالص. لا لا لا، ما هو كتير هيعرف. احنا قاعدين دلوقتي لا هو كتير هيعرف من اسلوبها هو اصلا. بصي اكيد هيحس هي من اعترفت ان هي اساسا بس انا زي ما قلت كده يمكن انا مش عارفه ما رضيتش قوي اطول في التفاصيل. لا هي اعترفت ان هي اساسا اهملته، هي ما كانتش شايفاه خلاص الفتره الاخيره دي وما بتردش عليه. انت لو حابه حاجه يعني، انت لو حابه حاجه عندك في البيت مش هقول لك بقى بني ادم اكيد بتبقى مهتميه بيه، بتبقى عايزه تشوفيه كل شويه، عايزه تكلميه، عايزه تحكي له انت بتعملي ايه في حياتك، عايزه تشركيه معاكي في الاساسيات اللي انت بتعمليها في حياتك. ده الطبيعي، عايزه ارتبط بيه. يعني هنا الطموح يا دكتور هي بيبقى انانيه ولا ناس فاهمه غلط ولا ايه؟ لا انا مش عارفه. الطموح ساعات بيبقى انانيه، بتبقى هي عايزه او هو عايز يحقق ذاته على حساب الغير، وهي كده تبقى مرتاحه. ايه يعني هي داليا كده؟ انا بسالها وبصي لي بقى يا داليا بالله عليكي هي بالنسبه لها مرتاحه خلي بالك، وهي هتختار الثاني يا دكتور. هي هو. انا عارفه على فكره هي هتختار الثاني. معروف. ما جاتش سالت. انت ما كنتيش سالتي يا داليا، حطيته في مقارنه. ما انا لما احطك في مقارنه مع حد يبقى انا متحيره بينك وبينه. بس هي هتقعد كده مثلا حتى لو هي خدت الثاني دوت هترتاح؟ مش هتدور على الثالث؟ ما انت عايزه بقى كل شويه حد. لا هي هترتاح بس نفسك. مش هتريحه، مش هتريح الثاني. هي ممكن ترتاح بس هو مش هتريح التاني برضو. ليه يا دكتور؟ لان هي هيبقى برضو عندها طموح عايزه تحققها تاني. لان هي من جواها طماعه، هي من جواها انانيه وطماعه. طبعا ومهما هتوصل هتبقى عايزه توصل تاني. ده نبع للتربيه. لا بصي اقول لك حاجه، احنا ما نحطش برضو الموضوع التربيه دي بتبقى شخصيه وطباع. لان انت بتبقي في بيت، اللي بنبقى في بيت واحد واخوات مع بعض، وبيبقى ده ليه هدف وليه شخصيه وده ليه هدف وليه شخصيه، فمش هنقول ان التربيه هي الاساسيه في الموضوع ده. لا هي اكتسبتها تعتبر. هي ده اكتسبت الموضوع كده طبعها. طبعا. طب تقولي لها ايه برضو يا دكتور؟ تقولي لها ايه؟ كلميها، انا عايزاكي بقى كده تكلميها. ما انا هقول لها لو انت حباه فعلا وهو عنده الامكانيات وعنده الظروف. اي واحد يا دكتور؟ التاني؟ لا الاولاني. الاولاني لا، التاني معروف انه حب مصلحه. معروف ان هو ده حب مصلحه، انا بحبه او انا هتجوزه، مش بحبه هتجوزه عشان مصلحه معينه، والمصلحه دي مسيرها تتحقق وخلاص. مش ممكن ما يبقاش عنده المقدره انه يحقق لك اهدافك التانيه، هتعملي ايه ساعتها؟ هتدوري على حد تاني يحقق لك الهدف التاني؟ انا مش عارفه ليه البنات بقوا. فانا بقول لها لو انت فعلا حابه محمود، ولا محمود اللي هو كان في الجامعه ده، محمود التاني ما ذكرش اسمه، مش عايزين نسمع اسمه. لو هي حابه محمود فعلا او شايفه منه ان هو هيبقى زوج كويس وهيبقى فيه استقرار في حياتها، انصحها ان هي ترتبط بيه لان هو بيحبها، فطالما بيحبها هيساعدها هيقدم لها كل ان حاجة. هي تحقق اهدافها طبعا. وانتوا الاثنين مع بعض حبيه، حبيه هو كشخص. الحب ولا الاهتمام يا دكتور؟ الحب، ما هو الحب هيبقى ايه؟ اهتمام. وانا مش بحبك اهتم بيكي؟ في حد بيحب حد بس يعني مستني دايما ان اللي قدامه ده هو اللي يقدم له قوي قوي، لكن ما عندوش حته الاهتمام كده. لا ما هو الحب مش هينفع غير لما يكون متبادل. احبك يبقى زي ما هتديني هديكي، ما انا مش هلاقيك انت بتحبيني ومؤثره معايا في حاجه. زي مخرجنا كده ما قال لي دلوقتي في ودني الاهتمام ما بيطلبش. صح. لا الكلمه دي يعني انتشرت جامد، يعني كل ما اتكلم حتى اصحابي لا الاهتمام ما بيطلبش. طب لا ما فيش حاجه اسمها الاهتمام، لا بيطلب. بيطلب. انا لما هلاقي مثلا اللي بحبه، مش هقول لك بقى زوجي او اللي بحبه، مأثر معايا في حاجه معينه، حتى لو بنتك، حتى لو جارتك مرتبطه بيها. طبعا ان انا مأثر معايا في حاجه، لا بطلبها، انت مأثر معايا في كذا كذا، انا محتاجاه، لان انا لو مش محتاجاه وهاخده منك هاخده من مين؟ او انت صديقه ليا وبحبك جدا وبتحبيني، ولاقيكي مأثره معايا في سؤالك عني، في ان انت ما بتساليش، ان انت ما فيش تواصل بيني وبينك، لا هقول لك انا زعلانه منك عشان كذا كذا. لا بيطلب، ما بيطلبش ليه؟ اللي بيقول لي ما بيطلبش اقول له لا بيطلب. سؤال من حد عزيز عليا جدا جدا جدا، يعني اكيد المخرج. لا والله حد تاني. من الطموح ما قتل. دي حقيقه. قتل مين بقى؟ قتلها هي ولا اللي حواليها؟ لا هي اولا. اصل انا ممكن حد طموح جدا جدا يعذب اللي حواليه كله. ما هي هقول لك حاجه، هي ممكن تعذب محمود، يعني ممكن حتى لو ارتبطت بيه بطموحها ده هتعذبه.
لان هي مش شايفاه ان هو ان هما الاثنين هيحققوا طموح. هي لو مشتركه معاه في الطموحات وفي في الحياه كعامه، ان انا شايفه ان ده شريك حياتي، ايه معاك هيكملني وايه معايا هيكملك. فهي الحياه كده توازن زي الميزان كده. هو ده المفروض طبعا، بس انا عشان كده فهي طالما هي شايفه نفسها ان انا هحقق ذاتي من غيره، لا ما قطر فعلا. هو هنا المفروض كان محمود، بس هو يمكن كان مرايه الحب عامله زي ما بيقولوا. كان هي المفروض يعني لما انت طلبت مره واثنين وثلاثه وانت شاب جاد جدا في تصرفاتك، واحده عماله تاجلك، هو انت ما كنتش شايف قوي كده؟ مش انا زعلانه على فكره عليه قوي. لا هو بيحبها، لا هو حقيقي هو حقيقي بيحبها، مش شايف غيرها لدرجه ان انت يعني بص مبرراتها بيصدقها. أو اللي اذاني قوي نفسيا ان هي بتقول ان هو جالها البيت ورفضت، وان هي رفضت، مش رفضت يعني ما كملتش يعني الموضوع. وبعد كده قالت له انا ما بحبش المفاجاه ده. اي بنت تفرح، اي بنت بتتمنى ان حبيبها ده، ما هي لو حباه انت بعد كل ده يا اخي ولسه كنت مش شايف كده. هقول لك هي ذكيه جدا زي انت ما قلتي. هي ذكيه جدا، بس علينا بقى ده مأثر عليه علينا احنا ومأثر عليه ان هو ما يسمع كلامها. طب ماشي، طب فرصه بس لغايه لما احقق كذا، لحد لما اعمل كذا، وهو سامع كلامها. طب انا هتيجي محمود ده وانا كلمه، والله انا زعلان على محمود جدا. انا اقنعه. هل بقى الشخصيه الثانيه ديت اللي هي ممكن ما تكونش عارفه العلاقه اللي كانت بينها قبل كده وبين محمود اللي هو حبيبها يعني، تفتكري لو عرف، يعني هو داخل بشكل رسمي طبعا الراجل ما فيش اي مشكله يعني عليه، تفتكري لو عرف هنا هيحترمها؟ لا هي بصي مش هتبقى مسألة، احنا بنتكلم كستات بقى. لا هو مش مسألة احترام، هو مش ممكن لو عرف قبل الارتباط ما يرتبطش بيها. لو عرف ده لو عرف قبل ده الارتباط الموضوع ده مش هيرتبط بيها، لان هو هيعرف ان هي وصوليه عايزه توصل لهدف معين في الموضوع ده يعني. طبعا. طيب ولو هو يخاف منها. طب لو ارتبط بيها، هل هي واثقه قوي داليا ان هو ممكن ما يكونش عايزها عشان قاعده في البيت؟ هي واثقه منين قوي برضو ومديه الامان قوي ان هو هيشغلها معاه تاني؟ لا ما هي لما الله كانتش لا هقول لك حاجه. لا هي انت بتقولي ذكيه، بس خلي بالك اكتر الرجاله برضو بتعمل كده يعني. ممكن حتى لو كتب لها زي ما هي بتقول او ممكن بعد كده يقول لها لا بقى، ويبتدي بقى يقعدها ويبتدي. هي برضو ضمن الدم منين حتى لو كتب لها جزء؟ ما هي مش هتستحمل ده، هي مش هتستمر معاه. هو لو طلب منها ده وعمله بالفعل مش هتستمر معاه. طب بصي بقى، في سؤال. في ظل الظروف اللي احنا فيها، تفتكري يا دكتور نقدر نلوم البنت لو فكرت انها تعيش بالماده اكتر من الحب لتوفير كل احتياجاتها؟ ما هو بصي هقول لك حاجه. تمام. دلوقتي انا لما باجي اختار شريك حياتي بيبقى انا ليا هدف معين انا بصله فيه. ماشي. كتير قوي من البنات دي حقيقي والله، يعني خدوا مستواهم المادي مش عالي، او مش هم دول يعني هم ليهم متطلبات، وارتبطوا بشباب ماديا مش عاليين. بس طبعا هي طالما البنت او الست عندها هدف وعندها طموح عايزه تحققه وبشريك حياتها، صدقيني بيعملوا حياه جميله جدا وبيحققوا هدفهم، بيبقى معاهم ماده ومعاهم المال اللي هم يكفيهم ويكفيها في اللي هي عايزاه. هو في بنات بتستسهل بقى، عايزه تاخد على طول كده لحد بقى يعني ايه جاهز من كله زي ما بيقول. لا بص اقول لك حاجه، ما انت بتبقي باصه للماده مش هتبصي بقى للحب. ما يعني وجهه نظر، انا مش هتبصي للحب وهتبني سوا وهتعملوا سوا اوكي، انما البنات دلوقتي كلها مستسهله. لو قدامي حد بحبه وقدامي حد غني وعربيه وفيلا وعايشني، لا انا مش لسه هتعب، لا وعلى مش ايه لسه هبني. وعلى ايه. وفي ناس بتبقى متمسكه بـ 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 بالحب ومتمسكه بشريك حياتها وبيرفضوا كل ده وبيرتبطوا بيه، ودي بتبقى حاجه جميله، لان مهما انت بترتبطي بالمال والجاه والفلوس والكلام من ده، بيجي عليكي وقت وتزهقي. البنات بيجي عليها وقت وتزهق، عايزه حياه تاني، عايزه حب، عايزه اعيش حب، مش عايزه اعيش فلوس وخلاص. هل الطموح ده بيبقى متوفر اكتر او موجود بكتره قوي؟ دي حاجه نفسيه بقى، حاجه نفسيه. عند البنت اللي هي ما كانتش مدلله قوي او حياتها كانت يعني مش يعني الماده مش ميسره قوي او الكلام ده كله، فدي بتبقى حد اكتر من الحد اللي كان مبسوط في حياته؟ لا بالعكس، بالعكس ده في بنات كده وحياتهم بتبقى صعبه جدا ماديا، وبيجي بيطلبوهم ناس ومعاهم ماده ومعاهم فلوس وبيرفضوه، تقول لك انا مش عارف اعيش معاه.
طب تفتكري الجواز اللي بيبقى مبني على المصلحة أو الإغراءات المادية عموما ده بيستمر يا دكتور؟ لا ما بيستمرش، بيستمر فترة معينة وبعد كده خلاص بينتهي، لأن بيبقى فيه مشاكل كتير، لأن هي طول الوقت عايزة منه عايزة أجيب وعايزة ألبس وعايزة أروح وعايزة أخرج وعايزة عربية وعايزة أعمل شركة وعايزة أعمل، بتبقى طول الوقت مش مكفيها اللي عندها، بتبقى متطلعة لحاجات كتيرة جدا وهتتعبه. وهو لو حس بده كمان ايه اللي ساعتها اللي بيحصل له؟ لو حس ان انت فعلا خلاص بيزهق بقى، لان هو مش متجوزه عن حب، لان هو مش ما حبوش بعض. فما فيش تفاهم ما بينهم، هو واخدها الهدف وهي واخده الهدف، وخاصه انا واثقه ان هو سنه كبير مش صغير. سنه كبير مش صغير؟ اه مش شاب. لا انا هفاجئك، لا هو مش سنه كبير ولا حاجه والله. لا زي لا. محمود لا مش زي محمود، لكن سنا يعني مقبول والكلام ده يعني مفيش مشكله، ما هو برضو الاغراءات قويه بالنسبه لها يعني. حد برضو مش كبير في السن وحد مبسوط وحد هيعمل لي، وفي نفس الوقت برضو انا بحب ده، لكن ده لسه قدامه وقت بقى عقبال ما يمسك شركه بابا ده لسه قدامه وقت والكلام ده كله. فهي يعني ما يمكن في المستقبل ما يمكن في المستقبل محمود ده يبقى افضل من اللي هي خدت. المستقبل بايد ربنا، لكن طبعا. احنا قلنا اللي هي هنا شخصيه بقى. ما هي بصي تتوقف في نور، هتتوقف على الحب، ان انا بحب البني ادم اللي معايا في اي ظروف هتتحط تحتيها انا بحبك فمش هستغنى عنك حتى لو انت ايه. انما مفيش حب. الغريبه ان هي زي ما انا قلت، بس يمكن انا ما طولتش قوي في الحكايه، انها كانت بتقول دايما انا بعد ما ببعد شويه اما يا تمام بحن تاني وبعدين نرجع نتكلم تاني وبعدين الشغل بياخدني قوي. هي بتحن قوي برضه، بتحن كانثى لكلام الحب، لان هي مش سامعاه غير منه، لانه انا واثقه ان هو بيحبها جدا ومهتم بيها جدا وتملي يكلمها في الحب والحياه والمشاركه. هي مش بتسمع، هي مش بتحن ليه هو كشخص، لو بتحن ليه هو كشخص كانت ارتبطت بيه. الصراع بقى اللي بيحصل بين القلب والعقل، المفروض نسمع كلام مين، القلب ولا العقل؟ هو بصي المفروض الاثنين، مش واحد. لا المفروض الاثنين المفروض الاثنين. انا ما هقول لك حاجه، انا دلوقتي بتحط في موقف معين، هي دلوقتي محطوطه في موقف تمام، يا الفلوس والطموحات اللي انا احققها، يا اللي انا بحبه وعنده برضو الطموحات واللي انا احققه، فهي محطوطه ما بين الاثنين دول. دلوقتي هي بتبقى في صراع، هاخد اللي بحبه، طب ما اللي بتحبيه بعقلك انت هترتاحي معاه فيما بعد، لان هو هيريحك وهيبقى معاكي في طموحك وهيحقق لك اهدافك وهو عنده الامكانيات، ايه المانع؟ انما العقل انت ماشي هتتجوزي عشان هو معاه فلوس ومعاه ماده ومعاه كل، لا بس فين الحب؟ طيب فين؟ هتدوري عليه فين بعد كده؟ طب تنصحي اي بنت، سيبك من داليا خالص عشان زعلان مني كده، سيبك من داليا خالص، البنت اللي تيجي ترتبط فعلا تفكر بايه؟ فعلا تفكر بعقلها وقلبها، بس الاول العقل، الاول عشان يبقى متفقين ماشي صح؟ اوكي بس معلش، ما القلب برضو بيطغي عن العقل. ليه بقى؟ لان انا لو فكرت بعقلي ولغيت قلبي مش هعرف اعيش، لان لازم بصي الحياه الزوجيه دي ايه؟ يعني هي بتختلف طبعا من كل حد والاخر. انا شايفه ان مثلا ان انا لما افكر الاول بعقلي في الشخصيه دي، الحياه الزوجيه قائمه على ايه؟ هحبه. قائمه على ايه؟ الحياه الزوجيه قائمه على ايه؟ قائمه على ايه؟ انت لو مش بتحبي، معلش انا لو مش بحب جوزي، لا لازم يكون في قبول طبعا في الموضوع. لا مش قبول، لا في فرق بين القبول والحب. بحبه ومرتبطه بيه ومقتنعه بيه ان هو ده الشخص، ايا كان بقى الظروف اللي هو فيها هو ده الشخص اللي انا هقدر اعيش معاه. لو في حب صدقيني اي مشاكل في الحياه مش هتقف قدامها. او هي بأي كبنت او كانثى لازم تفكر في مساله الحب، لانها تحتاجه بعد فتره، هتحتاج حد يحبها وهي تحبه بعد كده. طبعا. في سؤال برضو جاي، تفتكري الجيل الحالي عملي اكتر؟ هو فعلا سواء ولد سواء بنت، دي حقيقة، ولا في هنا اختلاف بين يعني الولد والبنت شويه؟ لا بصي، هو مفيش اختلاف، لان في شباب برضو كتير بيجروا ورا الماده وبيجروا مع ورا ناس، يعني بيجي لهم فرص ستات كبيره ويبقى معاهم فلوس وبيتجوزوا وبيعيشوا وحاجات كتيره زي كده. هي بتبقى دي زي دي المادة دلوقتي، معلش أنا أسفة، الشباب دلوقتي بقى عايز الحاجة السهلة. أنا لسه هخش وأتقدم وأجيب شبكة بكام وأجيب بيت بكام، وبيتوقف بقى على إيه؟ على الشاب نفسه بتفكيره. يعني ممكن شاب يبقى ما عندوش أي حاجة ويرتبط بالبنت اللي بيحبها وهما الاتنين بيبنوا حياتهم، وفي شباب تاني ما مش هنعمم كله يعني. هل ده لو يعني الأم هنا متدخلة في الموضوع ده بتبقى ليها تأثير على الولد أو البنت من الناحية دي؟
ان هي ما تافورش قوي في الطلبات او الكلام ده كله، يكون في تيسير شويه ما في المواضيع دي. اه طبعا ده طبعا، لان لو احنا هنخرج كده عن القصه اللي هي يعني هنخرج عن القصه الاساسيه. هو عامه الاسره لما لو طلباتهم تبقى خفيفه شويه كويسه، فهنسهل ان مثلا اتنين مرتبطين ببعض وكويسين وبيحبوا بعض، هنسهل ان هم يبنوا حياه كويسه. والمشكله دلوقتي كمان البنات بقت تبص قوي لبعضها، يعني انا دلوقتي بشوف برضو والله نماذج غريبه جدا، البنت دي مش عارفه اتجوزت جالها كذا وكذا وكذا، لازم انا كمان لما اتجوز لا في هي زيها يا اكتر منها. لا هي في اسر كده، في اسر دي عادات وتقاليد عندهم ما يقدروش يتنازلوا عنها. لا دي موجوده والله يا دكتور لغايه دلوقتي. ولا بس في اغلب بقى العائلات ان هي الناس بقى اللي بتفكر بعقلها وبتفكر فعلا ان ده ازاي ان شاب زي ده لسه. الشباب دلوقتي تعبان، شاب دلوقتي بيفكر مليون مره قبل ما يرتبط، طب انا هجيب شبكه بكام؟ هعمل فرح بكام؟ هجيب لها حاجات بكام؟ هجيب عفش بكام؟ شقه بكام؟ فبتبص تلاقيها تراجع، طب ما ناخد السهل بقى. واحده جاهزه ومطلقه معاها اولاد وعندها شقه وعندها مكان، مش هتخليني ابقى شايل يعني حاجه بيها. يعني التفكير اختلف خالص، ده التفكير اختلف لان هم الظروف اللي ادتهم لكده. الظروف اللي احنا عايشين فيها. اه طبعا. وللاسف يعني ناس كثيره بتساعد في كده. ما عشان كده بقول يمكن الناس دلوقتي او البنات اكتر، اللي شايفاه بصراحه ان البنات اكتر بدات تفكر بشكل عقلاني جدا عن الولاد. ان انت اللي انا شايفاه ان انا مش مهم دلوقتي بالنسبه لي كذا او كذا، انا دلوقتي بفكر صح، انا عايزه اشتغل، انا. هل هي البنوته هنا باصه ان الراجل يمكن مش امان فعايزه تثبت ذاتها قوي وتحققه؟ لا يمكن. هو عامه نصيحه دلوقتي لاي بنت، لان نسب الطلاق بقت عاليه جدا جدا. تمام واخد بالك؟ وزي ما بيقولوا سنه اولى جواز بيبقوا لسه في حياه سنه او سنتين ويطلقوا. لا مش سنه ولا والله العظيم شهر وشهرين وثلاثه كمان، والله حقيقي. مش انا مش عارفه طب هم صرفوا عملوا ايه، انا مش عارفه بصراحه. حقيقي بتبقى مثلا داخله في بيت، دخلها في بيت عيله وقعدت في بيت عيله وما ارتحتش معاهم، لا المشاكل بتبتدي، لا انا همشي، لا طب ماشي وخلاص الحياه بتنتهي على كده. لا هي شايفه ان في بنات في بنات بتحب ان هي تكون نفسها قوي، يبقى عندها شخصية استقلالية عن الراجل، حتى لو أنا هرتبط بيك حتى وبحبك، لا أنا عايز يبقى معايا الماديات بتاعتي، أصل أنت لو عملت فيا كذا، أصل أنت لو مش عارفة إيه. ما إحنا مش هتبقى صراحة كده يعني. هي لازم تشتغل ويبقى ليها هدف ويبقى ليها كيانها اللي هي. ما أي بنت دلوقتي تقول لك إيه أنا مش عارفة أو مش ضامنة بكرة في إيه. ولا حبيبها دلوقتي حتى. طب ما ولا حبيبها مش ضامنه كمان برضو، مش ضامنه يعمل فيا ايه بعد كده. ما انا مش مساله مش ضامنه، ما انا دلوقتي ببقى عارفه سلوكياته وعارفه طباعه قبل الجواز. ما انا ما اجيش اعرفه ان هو متمسك ومتشبث برايه، وهاجي بعد الجواز اطلب منه ان انا اشتغل وهيقول لي لا وهعمل مشكله. طب ما انت عارفه من الاول، او بيغير جامد عليكي. شايفاه من الاول. انا شايفاه من الاول. عايز يوصلك لبر الامان، هل هو هيساعدك في ده ولا لا؟ هو بيبقى باين، بيبقى واضح. انا بيبقى عنده استعداد ان هنشتغل، لا او هنشتغل هنبني بعض، هيبقى في اسره كويسه. انا عايزاك يا دكتور تقولي كده روشته للبنات. البنات ما تتسرعش في فتره الخطوبه دي، اهم فتره في حياه البنت. ما تتسرعش فيها حتى لو هتقعد سنه. ليه بقى؟ لان فتره الخطوبه دي ما هو في ناس بتقعد سنه بيقعدوا يجهزوا في الاساس، ما هي في الخشب، بيهتموا بالخشب وبيهتموا. الشباب كلها مفكرين ان فتره الخطوبه دي تجهيز. الحب لا، الحب والخروج وان انا يشوفني بابهى شكل حالاتي احسن شكل وهو اشوفه كده ونخرج ونتفسح ونقعد مش عارفه فين. ما بتحاولش ان هي تكتشف فيه طباعه. عشان كده هو بيتجوز يقول لك انا اكتشفت. يا عم اكتشفت ايه بقى؟ ما انت كنت بتعمل ايه كل ده؟ فتره الخطوبه لازم تبقى طويله بحيث ان انا اكتشفه. بخيل، عصبي، بيشرب مخدرات، ده وايه الحلو حتى؟ ايه الحلو حتى؟ يعني ايه حتى الحلو اللي فيه اكتر وصغير؟ الحلو هيبان طبيعي. الحلو كده كده هيبان مني او منه. والله يا دكتور والله صدقيني انا فعلا بتفاجئ بناس تقول لك والله بعد الجواز ده انكشف، ده ما كانش بيشرب، اكتشفت ان هو بيشرب، ده ما كانش مش عارفه بيسهر بره، ما كانش بيبان كده. في جواز بيبقى شرب المخدرات ده، بيبقى الشباب بتشرب مخدرات وبيرتبطوا واهاليهم بتبقى عارفه، يعني الولد بتبقى اهله عارف ان هم بيشربوا مخدرات وبيرتبط، وبعد كده البنت بتكتشف ان هو مدمن، فمن هنا بقى بتحصل المشكله. هو في حاجات اصلا ما بتظهرش وقت الخطوبه لانها مش موجوده معاه ال 24 ساعه. تمام، ما انا بقول لك زي شرب المخدرات. بيتقفل عليه باب واحد، ما بتعرفش بس تزهر. اهله بيبقوا عارفين، مش بيساعدوه يتعالج، مش بيساعدوه ان هو يبقى انسان كويس سوي، يبني اسره سويه، لا بيجوزوه بيخلوه يرتبط، وبعد كده هي بتكتشف
انه هو مش مدمن، هو يعني ايه يلا نجوزه عشان نخلص منه ونرتاح، يمكن يتعدل، يمكن يبقى كويس، يمكن يمكن، بس في عيوب. ممكن بص اقول لك حاجه، يعني شرب المخدرات ده استحاله انه يتعدل، غير بقى ان انا احطه في مصحه او اعالجه قبل ما يرتبط ويبني اسره، لان انت بتهدمي. ليه البيوت هنا او ليه الناس بتفتكر ان بنت الناس دي تجربه؟ يعني انا شايفه لا قدر الله ابني سيء، او لا ده انا هجوزه بنت كذا وكذا وكذا، هم مفكرين. هي البنت دي الاهل مفكره معمل تحاليل ولا ايه؟ لا مش معمل تحاليل. كل اب او بيبقى شايف انه ايه لما ابني كبر وبقى شاب وشايف فيه شقاوه معينه او شايف فيه ان هو في حال في خلل فيه، بيقول لك ايه لا ممكن الجواز يخليه راجل، ممكن الجواز يرجعه، ممكن يبقى مرتبط ومعاه ست ومعاه في البيت ومسؤول منها، ترجعه ان هو يبقى ايه مسؤول. لا يعني هو هنا بيعتمد على البنت، بيعتمد على انه هو ما يعني انت معلش امال ايه بقى، بيعتمد ان انا بقى ليا بيت واستقرار، فهم مفكرين انه خلاص بقيت ليا بيت واستقرار بقى ملزم ان انا البيت ده بقى كويس فيه. طب ما فيش نصيحه كويسه ان الاهل يساعدوا في الاختيار؟ يساعدوا في الاختيار. ما اقول لك حاجه، انا دلوقتي اتقدم لبنتي عريس وجي اهله معاه وناس كويسين ومحترمين واهلا وسهلا، انا ما اعرفش هنعرف منين انه بيشرب مخدرات؟ حتى لو سالت عليه اللي يعرفه اهله، اللي يعرفه اهله. طب ما هو ده غلط الاهل يا دكتور. ما طبعا، لان طبعًا. انا شايفه خطا في ابني، انا لازم اظبطه قبل ما يدخل لازم البيت أهله بالشكل لأن ده، لان انت بتبني اسره في يعني اطفال جايه، حتى استر عليه، حاول انا احاول اظبطه، ما تدوش لسه البنت يعني تتفاجئ وتتصدم بيه، ويمكن ما تتقبل. ما في بنت ممكن تبقى بنت ناس قوي تتقبله طبعًا. وتمشي معاه وتساعده، وفي بنت تقوله لا مع السلامه انا مش هقدر اكمل معاك بالشكل ده. من هنا بقى بتبدا المشاكل، إيه ومن هنا إيه؟ بيبدا بقى المشاكل والطلاق ونسب الطلاق العاليه جدا، ومع البنات الصغيره كمان، لان ما بقاش فيه دلوقتي، ما بقاش فيه الفتره ان احنا نعرف بعض فيها، ما فيش، وما بنحاولش نعرف بعض، او لو حاولنا ممكن نتدارى شويه ونقول مش مشكله. ايه الخطوات اللي نساعد بيها داليا واي بنت في شخصيه داليا؟ شخصية داليا طموحة قوي وذكية قوي وأنانية قوي، فيعني هي مش وحش، هي حلوة، هي عايزة تحقق هدفها وعايزة تحقق ذاتها، بس احنا بنتكلم او مرتبطين بالقصة اللي احنا بنتكلم فيها. انا حاسة ان هي حابة تمسك هنا وهنا. لا ما مش عارفة ولا يعني اطول هنا ولا اطول بالظبط كده. ما انت كنت من الاول حددتي انا مش عايزاك يا محمود، خلاص انا شغل بس مش عايزة اشتغل، انما انت قاعدة مستنية ايه يعني؟ لا هي نصيحة من نصيحة ان هي تشوف هي عايزة ايه، هي عايزه ترتبط بمين، مع ان الاثنين مستوى واحد. يعني هو الفرق ان ده صاحب شركه وده بابا، طب ما هو ده برضه صاحب شركه. إيه بس التاني كتب لها، هيكتب لها جزء، طب ما دي هتبقى بتاعتها كلها، ما هو بيحبها. هو بيحبها، هي مش عارفه هي عايزه ايه. لا هي بصي بس انانيتها او تطلعها العالي قوي مخليها مش عارفه هي عايزه ايه في حياتها، وده هيخليها على فكره تعبانه جدا. طب تعمل ايه؟ هتتعب. تفصل يعني، يعني تحاول تقعد مع نفسها شويه فعلا تشوف هي محتاجه تعمل، لان انا شايفه الضغط برضو عليها كبير على دماغها، هي دماغها اصلها لا 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 دماغها اذيها قوي. لا مش اذيها ولا حاجه، على فكره الموضوع سهل جدا، هي بينها وبين نفسها، هي مش واضحه بينها وبين نفسها، مفيش وضوح. يعني انا المفروض ان انا بيني وبين نفسي انا عايزه، انا عايزه ايه، عارفه انا عايزه ايه، هي عايزه ايه. انا هقول لك لما محمود ما عنده الفرصه. هي عايزه التاني اكيد، يعني عشان كده انا قلت لها زعلانه منك وانت مش محتاجه تسالي محمود، انت عايزه حد يديك الدفعه. لا هي انت عايزه التاني، لان التاني بالنسبه لك اسهل في الموضوع، هو على طول بيقول لها خدي جزء، خدي جزء بس من ده. فيما بعد مش هيريحها، مش هيبقى اسهل، بالعكس. صح كده، لا مش هيريحها، مش هيبقى اسهل، لان الفتره اللي انت انت شايفاه حاجه هتحقق لك هدفك وشايفاه حاجه حلوه قوي، بحيث ان انا بقى انا نمبر 1 بقى مش نمبر 2، واخده بالك؟ فيما بعد خلاص مش اللي انت عايزاه مش هيتحقق. دايما الوقت معاك يا دكتور سهام بجد جميل، بيعدي بسرعه، ببقى نفسي اقعد معاكي اكتر من كده واستمتع بيكي بجد. ما كانش نفسي النهارده تبقى الحلقه بالشكل ده بصراحه، لاني زعلانه، لكن انا بشكرك جدا جدا وبجد مبسوطه قوي ان حضرتك معانا. ويا داليا انا زعلانه منك يا داليا. لا داليا مش زعلانه قوي قوي، عارفه النهارده ممكن اتشتم تاني، مفيش مشكله، اللي عايز يشتم يشتم. لا لا مفيش شتيمه ولا حاجه، يعني ليه؟ ليه انت بصي انت بتوصلي وجهه نظرك او بتوصلي حاجه معينه انت عايزه توصليها، فمش يعني مش اتمنى ان يكون في حوار، اللي عايز يكتب اي كومنت يكتبه ويقول هو عايز ايه او يسال في ايه ومحترمه، ومفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله، بس كفايه عليا كده شتيمه. لا لا اعزائي المشاهدات والمشاهدين، انا مبسوطه جدا جدا اني معاكم، يا رب الحلقه بتاعت النهارده او حكايتنا تكون عجبتكم.
باي باي.